مساء الخير، حلقة جديدة من طبعة المشاهد والعديد من الملفات، والبداية للعناوين. الملك سلمان بين القادة الأعلى تفاعلاً على في العالم في تويتر. بعد 7 سنوات من الخدمة، الاستغناء عن 300 موظف في إدارة التعليم بحفر الباطن. وطبيب سعودي يقوم على كشف علاج يساعد على مقاومة الشيخوخة وإطالة عمر بشرة الإنسان. أولى الملفات لحلقة اليوم، حيث نظم مركز التواصل الحكومي أمس ملتقى التواصل الحكومي مع تويتر بحضور أكثر من 200 مسؤول من مديري العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ومسؤولي الإعلام الجديد في الأجهزة الحكومية ولفيف من الإعلاميين والمهتمين في التقنية. وأعلنت شركة تويتر خلال الملتقى أن حساب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أكثر حسابات القادة تفاعلا في العالم على منصة تويتر، فيما جاءت تغريدته بمناسبة اليوم الوطني الأكثر تفاعلا في السعودية. وللحديث بشكل واسع عن هذا الملف وبقية الملفات، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ فلاح القحطاني، الصحفي صحيفة عكاظ. أستاذ فلاح، مساء الخير وحياك الله. مساك الله بالنور أستاذ الكريم، ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. بداية خلينا نروح لهذا الملف الأهم وهذا الملتقى الذي أخرج بهذه المعلومة المهمة جدا، طبعا عن حساب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأن من ضمن طبعا الحسابات الأكثر تفاعلا للقادة على مستوى العالم. طبعا ما في شك، يعني خبر مثل هذا الخبر، يعني خبر يعني لن يمر، يفترض لا يمر مرور الكرام على وسائل الإعلام والصحف السعودية بالذات فيما يتعلق بحساب سيدي خادم الحرمين الشريفين، مدى تأثيره طبعا سواء من ناحية التغريدات أو التفاعلات أو حتى عدد المتابعين واهتمام يعني الوسط السعودي بشكل عام والخليجي والعربي بما يعني يقدمه أو يكتب في هذا الحساب الخاص بخادم الحرمين الشريفين. طبعا حساب خادم الحرمين الشريفين ما في شك أن يعني يفتخر أي سعودي أو أي مواطن سعودي بمتابعة هذا الحساب، اهتمام كبير من جميع المغردين بهذا الحساب وما يكتفي، مع أن عدد التغريدات يعني ليست بالكثيرة، ولكن عندما يكون هناك حدث أو تغريدة معينة تشاهد مدى التفاعل، ولا أدل على من ذلك مدى التفاعل، يعتبر يمكن أكثر حساب تقريبا في السعودية في الشرق الأوسط بشكل عام، يعني من ناحية التفاعل، من ناحية إعادة التغريدات، الرتويت، التعليقات، هذا يعني يدل يعني دلالة كبيرة على أهمية هذا الحساب. أنا أعتقد الحديث عن هذا الأمر يفترض أو كان يجب أن يكون هنالك إبراز بشكل أكبر من هذه الناحية، خصوصا أن الأمر يتعلق ب يعني شخصية عظيمة جدا. نعم. في يعني لما نتكلم عن ملايين التغريدات، صحيح، مشاهير موجودين في هذه المواقع، وعدد من الرتويت الذي يكون، خصوصا يعني أحداث يكون فيها إثارة، نتحدث عن تغريدة تهنئة باليوم الوطني، صحيح، من هذا الملك لشعبه، ونتحدث عن 345,000 رتويت، وأيضا أكثر 178 طبعا ألف إعجاب، وهذه الأرقام التي تعد من أكثر 100 تغريدة تفاعلا على مستوى العالم، أيضا الدلالة حول هذا التفاعل ما بين هذا الملك وهذا الشعب ودلالات الحب الكبير في هذا التفاعل. تفضل. طبعا هذا يعني يدل على الارتباط الكبير اللي يرتبط يعني الشعب السعودي بشكل عام مع القائد، مع الوالد، مع خادم الحرمين الشريفين. أي حديث، أي تغريدة، أي عبارة أيا كانت، سواء كانت تهنئة كما ذكرت السيد الكريم، سواء كانت تتحدث عن موضوع في المنطقة بشكل عام، عن أي حدث يعني حيقام أو شيء، هذا دليل على الارتباط الوثيق بين المواطن وبين القائد.
يعني اهتمام كبير جدا لا يستغرب، بالعكس يعني أنا أعتقد يمكن جميع المغردين السعوديين يعني وضعوا يعني تنبيهات لهذا الحساب الكبير لفخامة الاسم اللي يحمل هذا الحساب، فنعتقد هذا يدل دلالة كبيرة جدا على أن يعني الاهتمام والمحبة المتبادلة بين الشعب وبين القائد. طيب خلينا نروح أيضا من ضمن الجوانب اللي يناقش هذا الملتقى تعامل الوسائل طبعا الجهات الحكومية مع وسائل التواصل الاجتماعي، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عيسى الربعي الصحفي في صحيفة الوطن. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك. أهلاً أهلاً أستاذ عبد الإله، ومساء عليك بالخير وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي القناة الإخبارية. الله يحييك. يعني بالأرقام يعتبر تويتر المنصة الأكثر تأثيراً ومتابعة وإقبالاً في المملكة، وأمس كان هذا الملتقى الذي يجمع الجهات الحكومية بالمسؤولين في تويتر. كيف ترى بداية وتقيم النشاط الكبير من قبل المستخدمين وأيضاً من قبل الجهات الحكومية في هذه المنصة التفاعلية؟ نعم، كما ذكرت طلعت إلى منصة التواصل الاجتماعي أو تويتر أصبح منصة مهمة جدا، من خلالها يتم التواصل بين المسؤول وبين الرعية وبين أيضا كل من يرتبط بهذا العمل. رأينا في منصة التواصل الاجتماعي تويتر رأينا الكثير من الشخصيات الاعتبارية على مستوى العالم يكون لها منبر و منصة تطل من خلالها على المواطن. خادم الحرمين الشريفين أحد تلك الشخصيات مهمة جدا، هو رمز بكل تأكيد، وهو دائما ما يؤكد على التواصل مع المواطن وأن يكون قريبا منه. جعلنا في هذا المقام نستذكر كلمته التاريخية المشهودة والمعروفة التي أكد من خلالها على أن كل مواطن لديه أي ملاحظة أو مطلب أو شكاية فكل الأبواب مشرعة أمامه، ولعل وسيلة التواصل تويتر إحدى تلك الوسائل المهمة جدا. خادم الحرمين الشريفين ويسير على نهج معروف ومتبع منذ تأسيس هذا الوطن على يد المؤسس المنصور له بإذن الله الملك عبد العزيز، نعم، وديدا أبناء البررة من بعده وصولا إلى الملك سلمان. هذا الرجل الذي بالفعل هو قريب من شعبه، دائما ما يؤكد على ان المواطن هو محل الاهتمام وهو دائما ياتي في راس قائمه اهتماماته. لعل ما ذكرته منصه تويتر ان الملك سلمان هو احد الشخصيات الاكثر تاثيرا وتفاعلا في وسائل التواصل وفي منصه تويتر، وهو له تاثير على كل ما ذكرنا. نعم، في هذا الجانب. شكرا جزيلا لك، طبعا كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ عيسى الربعي الصحفي في صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك. قبل ما نقفل الملف خليني أسألك في جانب مهم أستاذ فلاح، يعني لو تحدثنا تحديدا عن أرقام طرحت في هذا الملتقى أنه عدد سكان المملكة العربية السعودية بكل تأكيد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 10 أضعاف سكان الموجودين في المملكة العربية السعودية، إلا أن بعض الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية عدد المستخدمين فيها أعلى من بعض الجهات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية. نشاط، ماذا على الجهات الحكومية أن تقدم لهذا الجمهور المقبل عليها في حساباتها؟ تفضل. طبعا أستاذ عبد الله ما في شك يعني الإقبال السعودي أو خلينا نقول النشاط المغردين على منصة التواصل الاجتماعي يحتاج إلى كثير من العمل، يحتاج إلى كثير من التفاعل من قبل الجهات الحكومية المهتمة بهذا الشأن. ما في شك يعني الشريحة الكبيرة طبعا وبالذات شريحة الشباب تحتاج إلى من يعني يزودها بكثير من المعلومات التقارير المساعدة في الأمور هذه. كلنا ندرك مدى تأثير طبعا منصة يعني التواصل الاجتماعي وبالذات تويتر، يعني يعني هنالك محبوبة تويتر. نعم، محبوبة تويتر لدى السعوديين. هنالك العديد من القرارات في العالم، هنالك العديد من الوزراء الذين تم الإطاحت بهم عن طريق تويتر أو تم يعني رفع شأنهم عن طريق هذا الموقع الاجتماعي الكبير. فنعتقد الجهات الحكومية لدينا يعني لابد من أن يعني تراعي هذا الجانب، يكون هنالك اهتمام تقارير إيصال الصوت عن طريق التواصل مع المغردين. هناك بعض القرارات التي تتخذ عن طريق أو بعض السلبيات والمشاكل اللي من الممكن أن يتم كشفها وحلها عن طريق هذا الموقع. طيب خلينا ننتقل إلى ثاني الملفات الصحفية وهو ملف جدا
مهم وخبر من صحيفة المدينة بعنوان توجيه وزاري يطيح ب 300 موظف بتعليم الحفر والمستقبل مجهول، حيث أشارت أنه بعد 7 سنوات من الخدمة تم الاستغناء عن 300 موظف على بند الأجر اليومي في إدارة التعليم بحفر الباطن ولم تجدد عقودهم، في حين طالب عدد ممن تم الاستغناء عن خدماتهم المسؤولين في وزارة التعليم بمعالجة وضعهم، مؤكدين أن لديهم أسر وعليهم التزامات لا تتحمل التأجيل. وأوضح متحدث تعليم الحفر أن الموظفين تم الاستغناء عنهم تنفيذا لتوجيه وزاري بعدم تجديد عقود موظفي بند الأجر اليومي، مؤكدا سعي الإدارة لتقديم ما في وسعها لخدمتهم داعيا لهم بالتوفيق. أستاذ فلاح، يعني نتحدث عن 7 سنوات من الخدمة، الاستغناء عن 300 موظف رقم كبير جدا، بناء على توجيه وزاري، كيف رأيت تغطية المدينة لهذه القضية الإنسانية وأيضا البحث عن معالجتها؟ تفضل. طبعا زميلة صحيفة المدينة، يعني التغطية حقيقة كانت مميزة، ولكن كنت أتمنى أن يكون هنالك أيضا تواصل مع وزارة التعليم بحكم أن القرار كما ذكر في الخبر جاء بتوجيه وزاري من أجل استيضاح واستنباط الأمر ما الذي حدث، لماذا هذا القرار تحديدا. كلنا ندرك أن التعليم كان من طبعا كان في تواصل مع إدارة التعليم بحفر الباطن. أنا أعتقد حتى يعني إدارة تعليم حفر الباطن رمت المسؤولية على شايف ردهم مقنع لما يقولون هذا توجيه جانا وإحنا نحاول نساعدهم الله يوفقهم. أنا أعتقد إذا كان قد لا تملك، يعني هو حقيقة ليس مقنع بشكل كبير يعني، ولكن إذا كان لا تملك إدارة تعليم حفر الباطن سوى هذا الحديث فالمسؤولية تقع على وزارة التعليم تحديدا. فكنت أتمنى التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للحديث عن هذا القرار، اللي أنا أعتقد أنه قرار يعني حقيقة يعني مجحف يعني، وقد هذا القرار قد يعني يساهم في تشتيت الكثير من الأسر. تتخيل أستاذ عبد الله يعني تحدث عن 7 سنوات موظف على أي بند كان. أنا أعتقد أن نرجع لهذه النقطة تحديدا، بس خلينا ناخذ أحد المتضررين والمفصولين أو المستغنى عنهم في من طبعا تعليم حفر الباطن، الأستاذ مصلط الشمري. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك، وخليني أسألك في البداية كم سنة أمضيتم في الخدمة وما هي تفاصيل أيضا هذه القضية حتى يوم استقبالكم للخبر؟ تفضل. أول شيء الله يحييك ويعطيك العافية. بالنسبة إحنا أكثر من 300 موظف وموظفة، خدماتنا يمكن أكثر من 7 سنين. ممتاز. 7 سنوات. طيب فجأة جاء قرار فصلنا بدون سابق انذار، ومع العلم ان علينا التزامات. بجيك في النقطة هذه أهم نقطة لدي، ولكن خليني أسألك، يعني أنتم يا اللي على بند الأجر اليومي كان هناك حديث عن أن الوظائف في البداية لكم، الوظائف الشاغرة، هل تواجدت هذه الوظائف وهل فعلا في ناس توظفوا منكم؟ وأنتم اللي فصلتم 300 ليش ما توظفتم أيضا عليها خصوصا مع هذا التعميم؟ تفضل. هذا يا أخوي عدم تفاعل الإدارة من توجيه من الوزارة في تعميم خطاب رقم كذا بتاريخ 35 لنا الأحقية بأي بند يجي أجور ولا مستخدمين، وما شفنا الشيء هذا. جينا نقدم على المسابقات اللي صارت، قال ما لكم حق، مع أنه في توجيه أنه أنتم الأحق. في توجيه إحنا الأحق. أيوة. من اللي قال لكم ما لكم حق؟ هم الموجود. طيب انقطع الخط طبعا مصلط الشمري أحد المفصولين، لأنه بيرجع وبنتكلم معه في هذا الجانب. يعني لما نتحدث عن توجيه أنه والله لهم الأحقية في مسألة الوظائف الشاغرة، خصوصا لما نتكلم حتى بمبدأ عملي، يعني هؤلاء ربما يكون الحق لنا لديهم خبرة أيضا عملوا سواء في بنود وما إلى ذلك، ويكون هناك طبعا كما ذكرنا التوجيه من الوزارة بأن يوظفوا على الوظائف الشاغرة ويتفاجئون بأنهم فصلوا. أيضا مثل هذه التفاصيل، هذه التوجيهات يجب أنه يبحث عنها صحفيا، ولماذا لم تطبق أستاذ فلاح؟ أتفق معك تماما، يعني لابد من كشف ملابسات القرار. يعني لا يعقل يعني 7 سنوات يعني من المتواجدين في نفس الوظيفة وفجأة بدون سابق انذار يتم الاستغناء عن خدماتهم، خصوصا أن هناك قرار وزاري أعتقد في عهد الملك عبد الله بتثبيت جميع الموظفين البنود. جيد. ومن ضمنها طيب. هذه
عاد إلينا مسلط الشمري أحد المستغنى عنهم والمتضررين من جراء هذا التوجيه. حياك الله من جديد. وكنا نتحدث عن أنه لقيتم طبعا عدم قبول في التقديم للمسابقات الوظيفية من الإدارة اللي كانت لا تقبلكم أو تقولكم مالكم حقية. المسؤولين اللي عندنا الإدارة، مسؤول الإدارية والمالية. طيب أنت ذكرت أنه بدون توجيه إنذار مسبق تم قرار الاستغناء، متى تم هذا القرار تحديدا؟ على أساس أسبوع الإطار قالوا بتسعة يعني بلغوكم الأسبوع اللي ماضي أن انتهت خدماتكم، لن تجدد عقودكم، والإنهاء سيكون 9/9. مع العلم أن قبل شهرين سوينا فحص طبي مع جميع الموظفين لأجر اليوم، احنا استبشرنا خير لتجديد العقود يعني. استبشرنا خير، سوينا فحص طبي. يعني ما كان في كلام قبل عن الاستغناء، ما في فترة انذار، ما في شيء؟ لا ما في. طيب رجعتم تتواصلون مع الوزارة تبحثون من أين جاء هذا التوجيه وكيفية هذا التوجيه، وأيضا مسألة عدم إبلاغكم إلى ذلك، رفعتم تظلمات ولا لسه ما اتجهتم في هذا الاتجاه القانوني؟ رفعنا ونبي نتجه بعد، إن توا ما في وقت، يعني ما في المدة القصيرة يعني. يعني آخر دوام لكم 9/9. سلام هذه الإشكالية. خلنا نتحدث عن حالتك وحالة أيضا زملائك، يعني بكل تأكيد أنه مسألة ترك الوظيفة ما هو أمر بالسهل. المساحة لك، تفضل قول. تفضل. والله يا أخواني شوفوا، أنا بأتكلم عن نفسي وعن كثير اللي معاي. نعم تفضل. عندي قروض بنكية، عندي التزامات، وعندي على ترى الراتب ما يسوى. يعني في ناس تشوفها تقول الله يعينهم، الله يعينهم، عليهم قروض بنكية والتزامات. طيب احنا اكيد بإذن الله نتابع في الإخبارية وكافة البرامج مثل هذه القضايا المهمة جدا بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك طبعا مسلط الشمري احد المتضررين من هذا القرار، ونتمنى بإذن الله أن والله يحل هذه الإشكالية بالنسبة لكم. بأي خلينا نتكلم، ترى داخلين أستاذ فلاح احنا شهر فضيل رمضان، نعرف التزامات المالية، واساسا الانذار نعرف انه اي مكان لديه مهنية المفترض يبلغ قبلها بشهرين 3 أشهر يعني على الأقل، والنظام أساسا هو الإبلاغ قبلها تقريبا بشهر أو شهرين قبل إنهاء الخدمات. ولكن الأسبوع الماضي يتحدثون عن أنه والله في 9 من شهر رمضان المبارك، ونعرف حتى المدة اللي ذكرناها قبل شوي ستنتهي وظيفتهم بكل تأكيد، إضافة الالتزامات المالية. في خلل، في مشكلة وجانب إنساني أهمل في هذه القضية. تفضل. أتفق معك أستاذ عبد الله حقيقة، يعني أساسا يعني حتى الإشكالية من 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 أساسها يعني مفترض أن يعني تحل من قبل ما يتم توجيه، يفترض أن يكون هنالك حل جذري لهذه المعضلة. يعني سنوات وهم على هذا البند، أنا أعتقد هذا البند يعني توقع أنه انتهى من جميع الدوائر الحكومية، لكن تفاجئنا بوجود هذا البند إلى الآن ما زال موجود، مما أخرج هذه المشكلة. هنالك جانب إنساني، هنالك جانب يعني أسر لا تعلم ما هو مصيرها خصوصا في شهر رمضان. يعني تحدث عن أفراد. نعم. يعني تحدث 300 أسرة بالذات، عدد الأفراد المتضررين أكبر كما ذكر. نعم. الأخ مسلط الشمري، يعني الآن البعض منهم يمكن بناء على هذا العقد وبناء على هذا الراتب ارتبط بعقود تمويل والتزامات مع البنوك. الآن الخطوة القادمة معروفة مسبقا، البنوك حتقوم بإيقاف خدماتهم، بالتالي حتكبر المشكلة، حتدخل في مشكلة أخرى، وبالتالي ممكن البعض يصل إلى السجن، وهذه أنا أعتقد طبعا نحتاج مشكلة كبيرة جدا. لا بد إن شاء الله يعني بإذن الله، أنا أثق تمام الثقة في طبعا سيدي خادم الحرمين الشريفين، سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأستاذ أحمد العيسى أو الدكتور أحمد العيسى. نعم. وزير التعليم بحل هذه المشكلة اللي إن شاء الله أنها لن تعوق طبعا دولتنا، والله الحمد دولة غنية، دولة يعني تحرص على أبنائها، وإن شاء الله أنها حتجد إن شاء الله حل. أكيد بإذن الله ستحل، وإن شاء الله الله يفك عوقهم بكل تأكيد في هذه الإشكالية وتحل مشكلتهم. ننتقل إلى ثالث الملفات وخبر إيجابي ومفرح من صحيفة الوطن بعنوان سعودي يكشف عن علاج لتشكيل الصناعات الطبية والتجميلية، حيث كشف استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة الدكتور سعد الصقير خلال المؤتمر العالمي 19 للأمراض الجلدية في طوكيو عن تطوير علاج أزرق الميثيلين الذي سيساعد على مقاومة الشيخوخة وإطالة عمر بشرة الإنسان،
يذكر أنه تم اختيار الصقر من المملكة لإلقاء الكلمة الرئيسية نظيرا لبروزه في المجتمع الطبي الدولي، إذ تمكن العام 2013 من الحصول على لقب طبيب الأمراض الجلدية الأبرز من قبل المنظمة العالمية لطب التجميل، نظير المساهمة البارزة في مجال تخصصه. طبعا ينضم إلينا للحديث عن هذا الإنجاز الدكتور اللي نفخر به، الدكتور سعد الصقير استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة. حياك الله يا دكتور ويا هلا وسهلا فيك. حياك الله أخ عبد الله وشكرا على التواصل. المفروض نعرف فيك الطبيب طبعا الأبرز في مجال الأمراض الجلدية على مستوى العالم، بكل تأكيد أنه هذا إنجاز نفخر به في المملكة العربية السعودية. نبارك لك هذا التقدم ونبارك لنا بكل تأكيد إنجاز للوطن يعود. خليني أسألك عن هذا العلاج اللي يأتي في وقت مهم جدا، خصوصا مع إقبال الناس حول طبعا علاجات الجلدية وأيضا التجميل، تفضل. الله يسلمك. طبعا هو المركب هذا هو دواء وصبغة في آن واحد، تم تصنيعه لأول مرة سنة 1876، ومن ذلك الحين تم استخدامه من قبل العلماء، ويمكن خصوصا علماء الأحياء، كنوع من الصبغات اللي ساعدتهم على رؤية الأنسجة تحت المجهر، وكدواء أيضا لعلاج حالات كثيرة عبر السنين مثل الالتهابات البكتيرية والمسالك البولية والملاريا وغيرها. والآن يستخدم بشكل شائع لعلاج حالة مرضية اسمها الميتهيموغلوبينيميا، عندما لا يستطيع الدم يعني توصيل الأكسجين للخلايا. وهذا النقطة الأولى اللي لفتت انتباهي لهذا المركب، لأنه هو أثبت عبر 150 سنة أنه آمن وما فيه له أعراض جانبية يعني قوية، وبالتالي نستطيع أن نبدأ يعني بدراسته بشكل مباشر في المركبات الكيميائية. جيد. يعني النقطة الثانية يعني أبرز أهدافه اللي هو طبعا معالجة الشيخوخة، أيضا النضارة وما إلى ذلك، أهدافه تجميلية في المقام الأول، تفضل أكمل نقطتك. طبعا من ناحية تجميلية ومقاومة الشيخوخة تأتي لأهميتها في تعزيز وظيفة الميتوكوندريا، لأن الميتوكوندريا هي عبارة عن عضيات داخل الخلايا تلعب دور جوهري في إنتاج الطاقة المسؤولة عن خلايا البشرة ونشاط خلايا البشرة. وبالتالي لما تضعف النقطة المهمة جدا ذكرها هنا، أن لما يضعف الميتوكوندريا مع التقدم في السن تبدأ أعراض الشيخوخة بالظهور. فبما أن الآن ثبت أن أزرق الميثيلين يستهدف الميتوكوندريا بشكل مباشر ويعزز من أداء وظيفته، فبالتالي يعتبر هذا مركب بإذن الله عامل فعال في إبطاء الشيخوخة. طيب خليني أسألك دكتور، هو الآن أنت في مرحلة الكشف عنه والإعلان عنه، ممتاز. مرحلة خلينا نتحدث ايش المرحلة اللي وصلت لها، هل وصلت الى مرحلة تجارب ايضا ما بعد مرحلة التجارب ووجوده ايضا، ومتى تتوقع انه سيكون ايضا متوفر في الاسواق او قابل للعلاج، تفضل. هو طبعا موجود الان كصبغة وكعلاج، لكن ما زالت الان جارية اختبارات على نماذج جلدية ثلاثية الابعاد. حتى الآن وجدنا أنها تساهم في التئام الجروح وتزيد من رطوبة الجلد وسماكة الجلد، لكن ما زلنا في يعني بحاجة للمزيد من الدراسات حتى نستطيع أن نقول بأن هذا المركب آمن. نعم. يعني للاستخدام في المركبات الكيميائية. جيد. الدكتور سعد الصقير استشاري أمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة وطبيب الأمراض الجلدية الأبرز في العالم، نفخر بك يا دكتور ونفخر بإنجازاتك وشكرا لمداخلتك معنا. أستاذ فالح، أكيد أنه إنجاز يعود ينسب للدكتور بكل تأكيد شخصيا نفخربه، وأيضا يعود للمملكة العربية السعودية. ما في شك الدكتور سعد أحد أبناء البلد البرارة، أحد أبناء البلد اللي فعلا يفتخر بكل سعودي، حقيقة إنجاز يعني عالمي كبير جدا، يمكن يكون الأبرز في العالم في هذا المجال تحديدا. وحقيقة يعني كنت أتمنى أن يكونوا، يعني أنا أشكر حقيقة قناة الإخبارية على استضافة دكتور سعد. نعم. وتعريف الناس بهذا المنجز اللي حدث، ولكن كنت أتمنى أن يكون أيضا الاحتفاء بدكتور سعد أكبر من قبل وسائل الإعلام بشكل عام، سواء المقروءة أو المسموعة أو المكتوبة، وهو يستحق. نعم. ذلك. خلينا نشوف طبعا الكاركتير مشاهدينا، نشوف هذا الكاركتير ونرجع نعلق عليه.
استاذ فلاح معنا هذا الكاركتير. طبعا الحديث كله عن تويتر هذا اليوم، ما في شك الطائر الازرق يعني واضح ان يعني الحديث عن الحسابات الوهميه في تويتر واعتقد حتى تويتر نفسه الان شركه تويتر في هذا المجال خطت خطوه كبيره جدا في الغاء ما يسمى بالحسابات الوهميه وحتى الريتويت الوهميه. يعني الان يعني لا يمكن ننكر ان هنالك شراء اصوات، شراء ريتويت، شراء متابعين وهميين، ولكن ان شاء الله بكل تأكيد إن شاء الله نتم السيطرة عليها. شكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ فلاح القحطاني الصحفي صحيفة عكاظ. حياك الله سعد لله وسعيد جدا متواجدي معكم. شكرا لك، الشكر الكبير لكم أنتم مشاهدين ومشاهدي طبعة المشاهد. غدا اللقاء يتجدد، فمان الله.